معلش بس عشان اللي حصل النهارده ده مفيش بشر عادي ممكن نتحمله، فمحتاجين نشرب ميه عشان نطلع على البناء اليعلى اللي احنا شفناه قدامنا ده. 85 دقيقة يا مؤمن قاعد بسأل نفسي سؤال واحد، هل في مدرب عاقل في هذا الكوكب ابن الذين اللي احنا عايشين عليه ده ممكن يجيله ضربة جزاء في الدقيقة 6 وعندك فرق الامبيانتش راجل متخصص تلاقي مارتن بروزات حط له على الكورة وراح شاط؟ مين ده؟ مين ده؟ ده بيلعب معانا ده؟ ده احنا جايبينه في صفقة فساد مالي ومش عارف ما كناش لاقيين فيرود وفجأة بقى فيرود أساسي وفجأة حط له على الكورة في وجود بيانتش. طب شو حط يا عم، تلاقي راجل حطها بره بلح بلح. ويلا بقى نقعد بقى نتفرج على 85 دقيقة إثارة وجريزمان بيدور على نفسه وبيدري الراجل متشلوح معانا مش عارف هو جناح ولا نص ملعب، وعندنا رونالد كومان كان جاي لنا من 4 2 3 1 قال لك هي دي اللي هتعمل 4 3 3 ولا 4 4 هي دي اللي هتعمل 4 2 3 1 هنقرب الخطوط وهنلعب بميسي مهاجم او هنلعب بانطوان جريزمان معاه مهاجم وهمي وكوتينيو صانع العاب وترينكاو وعثمان ديمبلي وهزهزه. اول ما لعب قدام بلد الوليد وكسب الاسبوع اللي فات 3-0 وهو الراجل كان مجرب 4-3-4-2-1 قال لك تمام زي الفل العب بقى النهارده قدام ايبار. تمام يا معلم. ارينا انت ضيعت ضربه الجزاء وقلت عادي هنعرف نخلق فرص. طب نخلق بقى يا جماعه فرص؟ قال لك معلش عندنا نص ملعب بطيء شويه فانا محتاج ان انا اطور لعب نص الملعب فهعمل ايه؟ انزل بوسكيتس. والله بجد بينزل بوسكيتس عشان خاطر يسرع رتم نص الملعب. اللي هو يا جدع سبحان الله ما تعرفش ربنا بيبتدينا المدربين بتوع البطاطا دول منين؟ ما اعرفش والله. ويقول لك ايه؟ اهم حاجه يكون حازم في غرف الملابس. اهم حاجه يكون حازم وقوي الشتيمه. هو الراجل قوي الشخصيه وبسم الله ما شاء الله. بس جنبه تكتيكي بطاطا. ما عندوش جانب تكتيكي خالص. حتى تغييراته كلها تحس ان هو عايم في بحر الغاب اللي هو بيلعب ثلاثه ورا. بص يا جماعه انا محتاج اطلع كلمه من جيلي ومحتاج كمان اطلع سيرجينو ديست وانزل مكانه عثمان ديمبلي ومعلش يعني هخلي جوردن الفيربو شغال هناك وهطلع بدري عشان خاطر بدري الراجل مش قادر يادي. وسبحان الله يا اخي سبحان الله هلاقي ان انا محتاج كابويتش اللي هو اول موسم كنت بقول ان انا مش محتاجه عشان خاطر ما عندوش خصائص بدنيه. اما كان كل واحد اللي كاس هو مش ناجح معاه في المشروع بتاعي اللي هو قال يعني عندك مشروع بروح امك ما انت جاي يلا تشتغل برشلونه وخلاص وسبت منتخب هولندا وقلنا عادي جاي تاكل عيش. بس سبحان الله يا اخي كل حاجه كانت بتقال عليه في البدايه كلها طلعت بلح. كوي شخصيه ايش توبيس معاك فين بقى الفنيات؟ ما كوت شخصيه مش تنزل تخلي الفرقه لها منظر جوه الملعب لا مؤاخذه يعني كوت شخصيه مش هتخليك ان انت جاي موسم مفطر انك تنافس على البطولات لما تتزنق تقول لك والله يا جماعه انا جاي موسم انتقالي اللي هو انت مش قلت ان انت جاي ترجع برشلونه للعصر الذهبي لما اتزنقت في نص الموسم بقى جاي موسم انتقالي. الله يخرب بيت ابو كده يا جماعه. وتلاقي الناس كلها تقول لك ايه يا جماعه انت عايزين منه ايه؟ يا جماعه انتوا عايزين منه ايه؟ هو الراجل جاي يغطي ورا الكوارث الكتير ما تسوحنيش قول لي الموسم انتقالي من البدايه انما انت جاي تقول لي والله معلش يا جماعه انا جاي ارجع برشلونه للقمه والمسار الصحيح وفي الاخر والله يا جماعه انا عايز ارجع برشلونه بس موسم انتقالي وبعد كده اول ما اي مرشح ينجح هيرميني من المكان اللي انا فيه وهجيب تشافي. طب يا جماعه لما كنت بقول ان تشافي كده كده جاي السنه الجايه ورونالد كومان ما هو اللي جس هيمشي عليه تشافي بعد السقوط من مستنقع فالفيردي لمستنقع كيكي وفي الاخر تشافي كده كده جاي. ناس كده كانت تقول لي رونالد كومان هياخد كل حاجه مع برشلونه كل حاجه مع برشلونه كومان هياخدها وفي الاخر كومان الحاجه الوحيده اللي جابها لنا جاب لنا ضغط وجاب لنا سكر مليعه اللي احنا بنشوفه جوه الملعب. كرة بطيئة فجأة سوحت يعني فرانك ديونج مرة تنزل شوية معايا تحت مرة كمان سيرجينو ديست احنا هنطيرك ونلعب بيك باك بواجبات جناح وطير يا عم سيرجينيو وما تخافش كلمه الانجليزي وكمان اروخو من جيزة هيغط وراك. طب يا جماعة بالنسبة لاروخو من جيزة وكلمه الانجليزي اللي احنا عايزين ناس يغطوا وراهم دول بقى هتعمل معاهم ايه؟ احنا بنبدأ من تحت تيكي تاكا بتاعتنا الكرة الجميلة بتاعتنا. طب قشطة الكرة اتقطعت من اروخو كيكي راح هو المرمى الهدف الاول بنجري بقى ورا الجول وحلني بقى على ان احنا نجري الحمد لله رب العالمين بتقدر ان انت تجيب هدف التعادل عشان خاطر ربنا يسترنا وعثمان ديمبلي اللي يجيب لك الهدف الاول وبتقول والله لسه بدري انا هدف لسه 66 اهو يلا بقى نشتغل. لا استحواذ سلبي 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 وفي الاخر والله ما عنديش مهاجم غير مارتن بريسوايت ما ينفعش ان انا اغيره. ما قلنا الميتين عليكم كده من اول السنه قلنا لك ما تمشيش سواريز عشان خاطر ما عندكش حد. قلت لي لا انا عندي جريزمان هرجعه وبريسوايت هرجعه وفي الاخر جايب لنا احنا الترجيع ولاد اللذين. مش عارف الواحد بيتفرج على ماتشات برشلونه الموسم ده ليه؟ والله ده مش جلد الذات ده الحاد اللي بيحصل معانا كل مباراه بس هنعمل ايه؟
حتى ارسنال ده بيكسب ماتشين ورا بعض واحنا مش عارفين نكسب ماتشين ورا بعض. ده احنا مش حالنا يصعب على الكافر، ده احنا حالنا ابسولوتلي الكافر دلوقتي بقى بيدعي لنا ان ربنا يكرمنا ونتحسن ونوصل دوري ابطال، عشان ما حدش عارف احنا هيضحكوا السنه الجايه على مين ويقعدوا كل الفرق مستنيه مين. وايه يا اخي يقول لك لا تكلم امام باريس سان جيرمان، انت تمتلك ميسي وتمتلك انسو. احنا ماشيين بالستر يابا، لا بنمتلك ده ولا بنمتلك ده، سيبها على الله. يلا والله ما بتفضل غير الصحبه الحلوه والسيره الحلوه والكلام الحلو على امسيه بيب جوارديولا والتيكي تاكا، اما اللي احنا فيه ده فكلها سنين ضائعه ما بيلومنا فيها غير حرقه الدم في الفرجه على برشلونه. مش تخسر حاجه يعني في ظل كل الياعه اللي احنا بنتفرج عليه ده انك تعمل لايك، او تخسر اي حاجه لو شتمت كده باسلوب راقي زي بالظبط كده كومان وهو جاي يرجعنا لمصاف الفرق الكوره.